Ladies and gentlemen, please welcome the Rashi Show. شكرا شكرا. اليوم ان شاء الله بغيت نهضر لكم على الاختراعات. البحث سندور في الانترنت ولقيت واحد الاختراع واعر. اخترعوا موتور برويضه وحده. هذا موتور نصكم. واحد القضيه، وهاد الناس هادو بقى عندهم المشكل. علاش داروا هاد الموتور؟ داروا باش يحيدوا المشكل ديال الزحام في الطريق، وبقى عندهم الزحام، وداروا اختراع اخر، داروا موتور كيطير. هاد الشيء عاود لي واحد القاوري، وهاد الاختراعات سولني واحد القاوري قال لي اش انتم المغاربه اش درتوا في اختراعات؟ اشنو صنعتوا؟ قلت لي صنعنا اكبر طاجين في العالم. تم اليوم بالدار البيضاء الكشف عن أكبر طاجين في المغرب. هذه الوجبة كانت بحاجة إلى 200 ساعد عل، أي 100 شخص لصنع هذا الطاجين الضخم الذي يبلغ 8 أمتار و1600 كيلوغرام من اللحم وطن من الفاكهة الجافة للتزيين. هذا الطاجين فيه 1650 كيلو ديال اللحم. الكيلو شحال داير؟ 80 درهم. إلا ضربنا 80 في 1650 13 مليون. طاجين طالع ب 13 مليون يا عباد الله. المشكلة هو ناض واحد السيد كيحتج، عرفتي اش داروا؟ فاش قال لهم ضيع هذا، يضيعوا اللحم بزاف، هما يديروا أكبر مقلة ديال البيض. إعداد أكبر عجة بيض في إفريقيا. هو حدث أولا مهم للتعريف بأهمية والمنافع ديال البيض. تبارك الله على أختي شوميشة. شحال من بيضة باش نفهموا حنا الفوائد ديال البيض. واحد القضية، هادشي كامل ويالله اول مره كنكتشف ان البيض عنده شي فوائد حتى حد ما كنعرفهم. دار دراسات في الهند وثبت على انه الاطفال الممدرسين اللي كياكلوا البيض اكثر كيكون عندهم هدر مدرسي اقل. ذلك الاطفال الممدرسين اكثر اللي ياكلوا البيض يكون عندهم هدر مدرسي اقل. حرام الحاجات سي حرام. دابا انا كنقترح على وزاره التعليم انها دير واحد القضيه، هاد المره ملي يديروا توزيع ديال المحافظ يديروا توزيع حتى ديال بلاطو ديال البيض للتلاميذ. انا كنت كنعاني من الهضر، خصني البيض. انا كنقترح على هاد القضيه يديروا اعلان بهذا الشكل باش يوعيوا بالأهمية البيض. لنتبيض جميعا من أجل محاربة الهدر المدرسي. لنتبيض جميعا. دابا من بعد ما درنا أكبر طاجين ديال اللحم ودرنا أكبر مقلة ديال البيض، مؤخرا داروا أكبر اختراع اللي طلب منكم أنكم توقفوا، لأن غنعلن لكم على هذا الاختراع هذا. تفضلوا وقفوا. المغرب ولله الحمد قام باختراع اكبر ناموسيه في العالم. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان المغاربه عطينا غير القص والنعاس. الضيف اللي غيكون معنا ان شاء الله اليوم هو واحد الفنان ممثل منتج ومخرج. هاد الضيف هذا غنخليكم تكشفوه في الفقره ديال حاجتك مجيد. حاجتكم مجيدكم. الضيف اللي معنا اليوم هو ممثل ومخرج مغربي، جانا من حي شابي من مدينه الرباط، قرا في مدرسه الفنون الجميله بمسرح محمد الخامس، واول مره يطلع الخشبه كانت في 1986 وذاك العرض تخلص عليه 70 درهم. دار مسلسلات ومسرحيات ولكن هو كان مريقل حيث كان كيوجد الدخول ديالو لعالم الفن السابع، وشفناه في افلام بحال حب في الدار البيضاء، علال القلده، وفيلم فيها الملح والسكر وما بغاتش تموت. الضيف ديالنا الحلم ديالو بدا كيكبر وفكر يدخل لعالم الانتاج وبدا بفيلم نهار تزاد
وشعلوا الضو ضو ضو. وزاد السيفي ديالو تجربة مقدم برنامج ودار من سيربح المليون و بلا ما نكثر عليكم. الضيف ديالنا اليوم هو رشيد سعدي بالوالي. واش عرفتوا شكون معنا اليوم؟ رشيد الوالي. مرحبا بك. صباح بخير. مرحبا. مرسي شكرا. هادي كامل داروا عليا باش دخلت انا خويا كلها وزاره والله العظيم. جات نوطه تقولوا لي ترى رشيد لا بلاتي مي هذا رشيد عليا ولا عليه؟ اه واش مرحبا رشيد وعلي. مرسي سي رشيد مرحبا بك. الله يبارك فيك. هذا نهار كبير. اول مره كنمشي شي برنامج كيديروا سميتي في الكاس. الله يلعن خويا. كنت عندنا البارح سعاد صابر درتو لها سعاد رشيد عاوتاني. رشيد مرحبا بك. الله يبارك فيك. جيت نسولك اول حاجه بعدا شفتك ما جاي جاي بلا شال الحمر. فين الشال الحمر؟ بون الى حضر الماء كيطفع التيمم. هو مسبقني داير لي الحمر حدايا وبغاني نجيب الحمر. رشيد وي بغيت نسولك اخويا مضي بعدا. وي حيت هضرتي على التيمم. فين هضرت على التيمم؟ دابا قلتي ملي كيجي ملي كيحضر الماء يرفع التيمم. داكور. علاش رشيد الوالي ديما كنشوفو لابس الشال الاحمر؟ على زعما شوف انا كنت امباسادور دو بون فولونتي دو بنود البرنامج الامم المتحده للماء الانماء وفي محاربه السيده. وكتعرف عندهم واحد بنت صغيره لما وليت انا امباسادور قلت هذيك ما كتبانش بالنسبه ليا كبرات صغار علاش ما نديرش ان تروك اللي يكون كبر والناس يبداو يهضروا معايا فيه. دونك فيما كنمشي شي بلاصه كيقول لي علاش الشال الاحمر كنهضر لهم على السيده. داكور. دونك درتي شال احمر كامل. كبرات صغار درتي بينسه كبيره كرك غادي ميل. سي رشيد سمعنا قلتي بان الفن جا غير صدفه. فين تلاقيتيه؟ فين لقيتو؟ فين تلاقيتيه؟ فين تلاقيتو؟ هو تلاقاني الصراحه. عاود لينا ليستوار كيفاش رشيد الوالي اول مره دار هذا كيفاش تلاقيتي معاه؟ كيفاش دار المسرح؟ سمعنا في واحد الارتيكل قلتي جا غير صدفه. شوف واحد جوج ديال صحابي كانوا كيدوزوا المعهد القسم الثقافه المسرحيه المسرح مهم الخميس حيت هذاك الوقت ما كانش عندنا المعهد العالي في المسرح والتنشيط الثقافي. دوزوا العام الاول ما نجحوش العام الثاني حنا واقفين معاهم ويقول لي انت فائل خير عنا بغيناك تمشي تونسنا وغير تمشي معنا. مشيت معاهم عطى الاول يعمر عطى الثاني وهذاك السيد عطاني انا الورقه باش نعمر. قلت له لا 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 خويا انا جاي نونسهم. ضربوني قالوا لي لا صاحبي سير معنا جوج كوبو مالك. خديت هذيك الورقه قلت بسم الله عمرت. عطاوني واحد المسرحيه واحد المشهد نحفظه وقالوا لي تختار شي مشهد من المسرح العالمي اللي انت كتعرف تمثلو. عطاونا ان سيمين تقريبا مشيت وجدت بقيت في دارنا بحال الحمق سد عليا والله ما نكذب عليك. لا واحد النهار انا بحال هكذا كنخدم هيرونيمو ما هيرونيمو امي مسكينه كتطلع ليا كتصنت في البيت وهي تمشي عند ويت قالت له با سميتو بوجمعة امي سميتها عائشة كل جون باس الله يحفظهم. وهي تقول له بوجمعة قال نعم قالت له وقيلا ولدنا حماق. اللي زوين في هذه القصه كلها هي انا نجحت وما ما نجحوش بجوج. سبحان الله العظيم. صدقتي انت اللي دخلتي التمثيل؟ انا دخلت التمثيل هو واحد دار خياط وواحد خدم في جماعه. زهر عندك مخير. واش انت عندك الزهر؟ كنظن عندي الزهر. نهار تزاديتي ما تفشضوا. لا ما تفشضش. سي رشيد بغيت نسولك انت من تزاديتي دوزتي واحد الحياه صعيبه شويه من اول فضاءات اللي كبرتي فيها سبيطار. حيت عرفنا بانك دوزتي قصه خيبه مع المرض واش هادشي ما اثرش عليك نفسيا؟ نفسيا وبوزيتيف لو بغينا نقولوا خلاني نكون عندي
كنعطيه اهتمام بزاف الناس اللي مرض، كنعرف بحق المرض وبحق الوحدانيه وبحق انك تكون في السبيطار من الصباح حتى الليل، كيمشيو الموظفين وكتبقى ابارتي ديال 6 ونص حتى الليل كتبقى بوحدك. شنو عانى رشيد الوالي في المرض؟ انا كان عندي تحت مسيان كاميطاج، كان عندي بابيرا ان تروبل بسيشيك، تهرس ميدي، كانوا بزاف فيا، جاني مرض الملحه، جاوني بزاف ديال الامراض اللي بقيت تقريبا حتى 13 ونص عاد الحمد لله بريت. سبحان الله العظيم. سبحان الله. لا وشوف الحوايج اللي جاوني، جاني الشلل وانا صغير، عندي عمينونس كان جاني الشلل، وهذه كنبغي نقولها لانه يمكن كاين الناس اللي كيعانيوا من نفس القضيه، وربما الى غير واحد في الالف نفعناه. انا من ما بداني الشلال الوالد ديالي الحمد لله كان خدام في لوبيتال ميليتير، وعرف انه من الحوايج اللي يمكن ينفعوني في هذيك البدايه ديال الشلال ديالي هو الحمام، فكان كيديني الحمام وكيدلك لي بالصابون، وهذه هي العمليه باش فريمون انه مشى لي مشى مني الشلال. سبحان الله تو سامبلومون والحمد لله على السلامة. سي رشيد كي تجيك الماكله ديال السبيطارات؟ سا ديبون اذا السبيطار فين. مي سورتو السبيطارات اللي وليت كنمشي لهم زعما احترامي لا الماكله ما هي اصلا ماكله السبيطار طعمها ماشي لذيذ، حيت حنا ولفنا التوابل والملحه وهي كتكون مديوره لواحد الناس اللي كيتبعوا واحد الريجيم، اصلا ما كتكونش لذيذه، ولكن كاين واحد بزاف ديال النقص في هذا سي رشيد. دوزتي حياه صعيبه شي شويه، زديتي في عائله متواضعه الحمد لله. الحمد لله وتبارك الله. بغيت نسولك، سمعنا بانك فاش كنتي صغير كنتي كتبيق ديال العكاري. تماما. كتبيع الخضره. بعد خزو تا والفلفله حاره تعيد. كان كيجي الصيف وما كنبغيش نقول للوالد دور معايا باش نمشي لابلاج ولا باش نسافر، فكنمشي مع صحابي وكنشرو الفلفله حاره من المارشي الكبير وكنحطوها عرار مع عرارم وكنبيعوها. واحد المره بغيت نطور التجاره ديالي وقلت غندير خزو. انا زعما علاش خزو دايوغ في ناس الحومه زدتوني صلاه اللي كتبتها على عليا، فبديت كنبيع كنقول خزو باش نبيعو خصني نكون متميز على الناس الاخرين كيبيعوا خزو. شنو درت؟ مشيت للدار وغسلتو، بقيت كل خزو هي كنغسلها باش كتكون كل خزو كتكون كتلمع، ودرتها في خلشه ديال الميكا ومشيت. ومن 9 ولا 8 ديال الصباح وانا كاس كاس في 4 العشيه كنحل هذاك الشيء، وبديت كنبيع الثمن غالي زايد على الاخرين اللي حدايا 4 دراهم مغسول، كنقول لها لا شوفي كي دايره هذا زوينه وما ماشي شغلهم هي غتغسلوا وتنقي على انت مخربق راسك. في 4 العشيه كنحل كنلقى الخميجات خمجات خمجات غسلتها بالصابون؟ لا غير الماء غير الماء وردها خمجه دونك، مي ما خسرتش والله الا بعته ورديت فلوسي وربحت 2 دريال. جدرية. سؤال سي رشيد. وي. جاوبني بصراحة. بصراحة. عمرك جراو عليك مخازنية؟ وي علاه. علاه. حيت هاد القضية كيعانيوا منها لي فوندور أومبيلون، الناس اللي كيبيعوا في برا. جراو عليك مخازنية. علاه. داو لك ميزان. لا ما كانش عندي ميزان، علاش؟ التجارة ديالي كانت أنا مبتدئ، دونك في الحارة اللي ما عندوش ميزان، كيدير هذاك الشيء عرارم، كيهني راسه، ما كيكونش عنده مشكل. كتبيع باش في الكرو؟ لا ماشي بكرو غير بالعرام. بالعرام كتحط عرام هذا ب 4 دريال هذا ب 10 دريال. كم كاين هذه تقريبا؟ هذا الشيء هو كان عندي 15 16 عام تقريبا. 16 عام. هذا الشيء مور المرض. وي مور المرض. بريتي دزي الخضره ديريكت. ما دز لا على انا علاش درت على القلده. بلاتي بزاف ديال الناس كيقولوا لك ما كتقم الادوار كتقمصهم، فعلى القلدهم ديالي خدار، مي انا كنت خدار عشت مع دوك الناس فهو كيكزو تيك وخارجه من البوتيك. دونك سو سون دي جوز اللي انا عشتهم مع دوك الناس اللي كنحييهم، لانه الناس كيفيقوا بكري كيقيلوا في الشمس وكيضربوا تماره باش يصوروا طرد الخبز. الله يلا تحيه لهم. سي رشيد بغيناك دابا عندك مثلا بطاطا وانت عندك ارخص ثمن بغيناك تبيع لنا بطاطا دابا. بطاطا عندي ارخص ثمن وبطاطا مزيانه عندي ولا بطاطا مزيانه مغسوله بالصابون. دابا ما نقدرش نبيعها حيت عندي واحد الضمير ما نقدرش نبيعها، دونك بطاطا عاديه وصافي. بطاطا عاديه نبيع الناس بطاطا. هادو اللي قدامك انت يا لاله انت اخويا، زعما ما تديوش البطاطا وتشوفوا هذاك الشيء التوجيه، ما تغركمش التوجيه، شوف البنا فهو كيك زوتيك وخرجه من البوتيك.
سي رشيد نسيتو في صعيبه شي شويه حيت كتفرج في الرسوم المتحركه شويه. وي وتكبرنا وكنشوف الرسوم المتحركه. عندما كنت عندي 18 19 عام وكنشوف الرسوم المتحركه. عندما كنت واحد التيست ديال الرسوم المتحركه نعطيوك الموسيقى ديال الرسوم المتحركه معروفين في الوقيته اللي كنتي في الوقت ديالنا داكو خصك تعرف عليهم. واخا ولا ما عرفتيش شي وحده تخلص بانيني خلص. يلا يلا نشوفوا الرسوم المتحركه. سميتو شدوية دابا يلا سميتو سميتو والله ما عرفت بيل وسيباستيان. هذا ما عقلتيش عليه؟ لا ما عقلتش. انت واقيلا عقل على ساسوكي. لا سينديباد. سينديباد انا سينديباد كنت كنتبعو سير. يلا نشوفو الثاني. جرانديزر. جرانديزر نو وانا متاكد بان اي واحد سولو هنا ما غيعرفش توم سير ياك ولا لا. ما عرفتوش ولا ما عرفتوش؟ ما عرفتوش توم سير من لي بيرسوناج اللي كنت نتمنى وانا صغير نلعبو. كنت كتفرج في بلوين واقيلا. وي وي ممكن راني كان كيدوز توم سير. توم سير غيكون كيدوز في الثمانينات ياك. وي شرفت يا با رشيد. عندي دابا 48. تبارك الله. الله يحفظك. عاد دليل الدليل هو انني ما بقيتش كنشوف هكا نضري بصح انا كنقلب عليهم. ثقة على السي رشيد. ما عندي ما يتسالك. انت خليتيهم برا اخويا. ما عندي ما يتسالك. شكرا. شكرا. ما ختيش بقى فيك القاعدة هذه. واش غندير؟ بديتي ليميسيون بلا ما ديرو. ولفتهم دابا مش حس براسي ماشي هو هذاك. شكرا لبا رشيد. جاوب معاك اخويا مزيان. انت كتقول لي توضروا. شكرا لبا رشيد. غير خطيك غير اجي وسرق. انا كتسحبني الفيلم سميتو سارق احلام هو سارق النظر. غنعاود لك واحد القضيه شتي على هذه القضيه ديال سارق الاحلام كتعرف فاش يلاه بدينا وكان عندي هذا الدور عطاه لي حكيم نوري ديال سارق الاحلام. سارق الاحلام وبغيت نعيش هذا الشفار ملي كيبغي يسرق شنو الاحساس ديالو كيفاش كيكون وجهه التصرفات ديالو. فاذا ملي خرج بالليل وقلت غادي نمشي عيد كان في المشهد خصني نسرق واحد الطوموبيل وندخل يدي وناخذها. مشيتي بغيت تجرب بغيت نجرب هذا المشهد بون ما غنسرقش مي على الاقل كيفاش فين غنتبوزيسيون هنا قدام الطوموبيل. دونك كتعرف الشفار كيمشي كيدير كاين الشفار اللي ما في يديش دونك كيدير بحال هكذا وكيدير وكيبقى يقلب وما كاينش والو كيتكى عليها بحال هكذا عاد كيبدا يدبز. دونك انا قلت هذا ماشي مزيان. دونك اللعبه بروفيسيونيل بروفيسيونيل كيكون شاد شي كارو ولا شي حاجه وكيديرها كيدير بحال طاحت له من بعد كيهز كيدير هكذا كيدير هكذا دونك عاد كي فهمتي كيدير راسو كيقلب الصباط وكيشوف الداخل ديال 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 هذا. دونك انا ما جيت فين نقلب على هذه ديال الصباط حتى حسيت واحد الزروطه تلاحت عليا جات في هذا العساس ديال الطوموبيل عاق قال هذا شي صفار وتبعني تبعوني هما جوج ضربك ولا ما ضربك نو الحمد لله ما جاتش مي فريمون تخلعت فريمون تخلعت ولا كان عندي كيفاش نوريكم المشهد اللي صورناه من بعد فريمون هذيك الحاله حضرت عندي سيتي فريمون على سلامتك يا سلام. مشكله مشكله سي رشيد بحال من عيسى الجيراني كنعقل صاحبي مشى للسبيطار ونقصته وبغى يعرف الحاله وما يقدرش السبيطار حمار قالوا انت 40 ميت كيقول لهم انا ممثل قالوا لهم ما كنعرفوك خايبه القضيه صحيحه وكيفاش بغيتي الناس السبيطار العمار غيعقلوا عليك الله يرحمه سير سير فينا مشى با رشيد والله الا كنشكرك على هذا رشيد شو الله يخليك دي معايا دي معاك بصح عندي الحق خبرك عندنا كاس خور هنا مع شكون طيرو هذاك دي معاك حبي راسك هذا اللي بغيتي دير لي ديك اللقطه ماشي لا ماشي لا نبغي يبقى هنا باش اللي جاي تفكرني ياك سي رشيد قول لي كي داير النجوم النجومي ديالك تعرفوا انك تبارك الله دابا رشيد والي في 2009 تكلاصه من 10 شخصيات
اللي مشهوره في المغرب يعني من اكثر الشخصيات شعبيه في المغرب. واش الترتيب باقي في بلاصتو ولا طاح؟ والترتيب ماشي هو اللي مهم. شوف انا شنو بغيت نعني لك، واش راسك باقي عندك يقبل عند الناس ولا طاح؟ الحمد لله الحمد لله مازال لا بروف، انا معكم ومع رشيد دونك. تبارك الله سي رشيد. سي رشيد درتي نهار تزاد تفضوا. حنا عندنا واحد الميكرو تروتوار مشينا سولنا الناس قلنا لهم للحفاظ على الطاقه الدوله قررت انها بدات تفضوا مع 8 ديال الليل. يعني مع 8 ديال الليل الضوء غيطفى في كازا كامله وفي المغرب كامل. ولا طفى مع 8 ما عادش غيشعل. يشعل حتى 8 اخر. زعما النهار راه النهار ودابا الصبح. دابا بغاو دابا زادوا ساعه ما قداتهمش. قال لك اسيدي بغاو تفضوا مع 8. واه غازيدي. حيت كتجي الفاكتوره غاليه. زيد. ايوا. غادي نشوفوا الناس كيفاش كان الرد ديالهم على هذا الميكرو تروتوار ونتلاقاو بعد. الازمه في الضوء غادي يوليو يقطعوا مع 8، اش بالك انت مع ولا ضد؟ مع 8 ولاو قطعوا الضوء؟ لا ضد بيان سيغ ضد. انا اصلا كونيكسيون ما كتجيني حتى المرة 8 ضروري الكونيكسيون لا تي في اي حاجه كتجيك حتى الليل عاد كتبغي عاد كتكونسونتر معاها. اخويا انا ضد الازمه ديال الضوء حيت غادي يخلق بزاف ديال المشاكل، والضوء ضروري خاص بالليل الا قطع الضوء مع 8 الليل وراه وقال شي سكون في عربيه حنايا انا عشنا. قطع الضوء مع 8 حيت كثر الشفار عاد حنايا. امبوسيبل تقطع الضوء مع 8 حيت حتى واحد ما غادي يولي مظاهرات واضراب على الشوارع. 8 هكا قلتو 8 تفضوا 8 الليل غادي تقطع الضوء. واخويا الشي راه مسع الشفاره الا بغاو يرونوا الدنيا راه غي حيت فهمتي المستحيل بنادم راه كيكون مع 8 باقي خاصو يقضي حوايج باقي خاصو فهمتي كيفاش ندير احنا فهمت زعما قطعوا الضوء مع 8 وما يشعلوا حتى 7 يا خصنا نعسوا مع 8. مزيان هاد القضيه باش وليو يقتصدوا الضوء مزيان وليو ما بقاوش نخدموا بزاف داك الشيء ديال الالكترونيك ونوليو نعسوا بكري فهمتيني. بروبليم هذا شريك سي بيان سي بيان بور لو باب ماروكان. سي رشيد اش بان لك؟ واش انت قلتي لهم 8 الصباح ولا 8؟ لا 8 الليل. ما يمكنش امبوسيبل. سي رشيد اللي زوين في هاد الناس كاع اللي يهضروا يهضروا على راسهم من الانترنت. كاين سبيطارات اللي الناس خدامين بالالات وكيطلع عليهم النفس ويهبط هادو ما فكرناش فيهم سي بوكو بلو غاف كو سا. سي وي. سي رشيد. سي رشيد بالو مع السبيطار. سي رشيد. قول لي قالوا لنا بانك ما كانش عندك مع فرونسي بزاف. تماما ياك. حيت انا منين كنت مريض كان الامتحانات اللي دوزتهم في السبيطار فقريت غير العربيه. وصلت حتى البكالوريا بمعنى من الشهاده كان عندي ساعتين في السيمانه. كنت زرق في الفرنساويه وسانسيرمون حتى درت 30 عام عاد بديت كنتعلم فرنساويه حتى تزوجت مراتي ومورا درت افلام فرنساويه ومسرحيات بالفرنساويه والحمد لله. وبالنسبه لي كان علاش بغيت نقولها للبوبليك والناس عرفوها لان بزاف الناس عندهم اعاقه بسيطه وكيقول لك انا معاق وانا ما عنديش وانا بالعكس اي حاجه الانسان كان عنده حياته يمكن له يتخطاها. كان عنده المشكل ديال الفقر كان عنده المشكل ديال الجمال كان عنده المشكل ديال الاعاقه اللي ما عندوش في ذاته عنده في دماغه عنده في كيلكو باغ كاين اللي دونك هاد الحوايج خص الانسان يتخطاهم. وانا كان بالنسبه لي فرحان اني نقول للناس وي كان عندي ان بروبليم وانا كنحاربه. تبارك الله يا رشيد الله يحفظك. ولهذا السي رشيد عندنا لك بعض العبارات وبغيناك تحاول تترجمهم بفرنساوي. يلا الترجمه ديال الافلام الحربيه ولا ديالي ولا الترجمه ديال هي. يلا اللي ما جاب المحبه ما يجيب حزاره. سيلوي كي نو فيان با باغ امور نو فيان با باغ سوبلي. اودي ضربني وبكى سبقني وشكا. اي ما فخابي اي ا كومونسي ا بلوري ابري لي بارتيسي مون بير بو لوي دي برافو عليك. الفرنسي كتاكل الدق الا مشى الزين يبقى ها وي كونت لو لا بوتي فا الغيست الغيست حروف وش لي زالفافي لي زالفافي اللي ما قدو فيه زادو فيه لا وي وي سولوي كي وي
رشيد، عندي لك واحد السؤال. كنعرفوا بانك تبارك الله كاع الادوار اللي كدير فيها بعض المرات علاقات غراميه وهذه. جاوبنا بصراحه، واش مرتك ما كتغيرش من هذه القضيه؟ لا. واش لا كتضحك؟ هذا هو السؤال. زعما كذبتي. الشيء اللي خطير عند المغاربه هو التاويل، سي لي دوغري. كاين هذيك. دابا راه شوف، دابا ما ضحكوش على لا، ضحكوا على شوف لا ضحكات المغاربه. فتات خلاص. ولكن لا قال لك لا. نشوفوا التصاور ديالك مع ممثلات. وي ساميه وسي عبد الرحمن التازي. ايه وي هذه كنا خدينا واحد لو بري على ناس الحومه. وي ها لو ناس الحومه. وي هادو ماشي ناس الحومه، ناس هادو ناس ديالكم. اسماء وي فيكتوريا ابريل، امال شابلي، ساميه اقاريو، منى فتو. الله يكون في عون المدام. دونك ماشي بزاف وما تعيط. لا لا كاين بزاف ديال التصاور، احنا قللنا. الله يعطيك الخير. سي رشيد. نعم. بصراحه عمر هاد الشهره ديالك ولا الشعبيه ديالك، انت ديما كنتي كتلعب لو جون برومي يعني الدور الاول. وكنتي كتعطي فيه يعني، وكانوا كان عندك اقبال بزاف هاد الناس الحمد لله. وكنتي كتلعب الاول ديال بوكوس. هاد القضيه ما خلقاتش مشكل شي نهار. معايا انا ومراتي. سانسيغمون والله لا. بيناتنا يا اما ما كايناش يا اما هي كتعرف تخبعها. ابتسام هي المرأة ديالك. أيه. الله يخليها لك. عرفنا ان عندك موهبة كبيرة في التمثيل السي رشيد. ولكن قالوا لنا من نهار بغيتي تهضر مع ابتسام لقيتي مشكل كبير باش تهضر معها، رغم انك كنتي كتلعب ادوار وكتمثل وهذا. علاش ما قدرتيش تستغل زعما التمثيل ديالك في انك شتي سيتي بالنسبة لي كان لو سيريو. انا ابتسام عرفتها 15 عام وما عمري هضرت معها. كنمشي قبل ما نمشي ندوز امتحان ولا شي حاجة كنمشي حضر دارهم ولا المدرسة وكنبقى نشوف فيها وكنرتاح ونمشي في حالي. صافي. دونك اي بورتون كنت ما كنحشمش، كانوا عندي اصدقاء وصديقات زعما ما عنديش مشكل. ولكن سبحان الله كان هذيك السيده بالضبط كانت اكبر من حلمي. فالحمد لله من بعد 15 عام ما تلاقينا. احسن اوماج دابا الابتسام. قالت لي عرفنا واحد السيد مصور ويقدمني ليها ويقول لها رشيد الوالي، ويقول لي كنعرفوا كان عجبني في واحد الفيلم هذه واحد العام. قلت لها انا نتي عام، انا راه 15 عام. ايه 15 عام. 15 عام وما قدرتيش تهضر معاها. 15 عام ماشي نورمال ديك الساعه ما كانش الويفي. 15 عام دابا درنا 17 عام ديال الزواج. سي رشيد، حنا في البرنامج ديالنا قبيله هضرتي لي على تجربتك وعلى معاناتك اللي من بعد هذه المعاناه كامله، من بعد الشلل، من بعد ما طحتي من السكيه، من بعد ما تعذبتي في حياتك وتجربتك مع المرض. بغيناك دوز ان ميساج كل ضيف عندنا كيجي كنعطيوه 40 ثانيه قدام الكاميرا وكيقول ان ميساج. بغيناك تهضر مع الناس ديريكتومون، مع الناس اللي عندهم شي معاناه ولا شي عاهه وبغاو يوصلوا واحد النهار، شنو ممكن نقول لهم في 40 ثانيه؟ اللي بغيت نقول للناس اللي يمكن كيشوفونا وكيعانيو هو انه الانسان يحمد الله على ما عطاه، لانه ربما كون فتح له الله المستقبل في شكل اخر يمكن ما كان يحزن، ما كانش يكون سعيد. بعض المرات السعاده كتكون في الحاله اللي احنا فيها وهي امتحان عند الله، ومرحبا باللي جابوا الله. الانسان يتسلح بالايمان ويكون ويحاول دائما، بحال اختي انا مريضه بالكونسير وحيدات مسكينه بالزوله، ومع ذلك باقا مامنه انها غادي تبرى وكدير ما في ساعه، وهذا الشيء كيعاونها باش تبرى، لان الدواء كتاخذه ولكن الا كان ما عندكش ايمان كنظن ما يمكنلكش تساعد نفسك. فوالا. شكرا. فاش قلبنا سي رشيد فيسبوك ديالك لقينا تقريبا عندك شي 15 باج. 15 ديال لي باج رشيد الوالي. شحال عندك من وجهه؟ ما عندي حتى واحد، هذاك حتى واحد في مدياولي والله بزاف. ما عندكش باج في فيسبوك؟ ما عنديش. شفت فيسبوك با؟ لا ابسوليمون با. والو ابسوليمون با. شوف رشيد عندي مراتي دايره باج اللي هي كتجريها، دونك ابتسام رشيد الوالي، لانه اللي رشيد الوالي داروا بزاف، ومع الاسف كيستغلوا بعض المعجبين، بعض المرات كيدير معها رونديفو، بعض المرات كيبدا يسب دي زارتيست اخرين، كيقول اشنو رايكم في الفيلم البارح وانا ضد. الوغ سو سون دي شوز اللي كنت جو بافيغ انا زعما، مع الاسف. والله رشيد انت واخا ما كتشاطيش اليوم في برنامج ديالنا غاتشاطي. عندنا واحد الفقره سميتها اونلاين. غادي يطلعوا عندك دي سيليبغيتي، ناس معروفين، بغاو يهضروا معاك في الفيسبوك. تساعد تجاوبهم؟ واخا نايت الابتسام.
مساعد الصديق. يلا شوفوا اونلاين. سي رشيد السلام عليكم. من نهار اخويا درس معاك دوك التصاور في ديك المجله زعما بحال مزوجين، والله الا ندمت. الناس في الزنقه تيقوا يسحب ليهم بصح، وهذا الشيء دار لي مشاكل كبيره في حياتي. ودابا المطلوب منك هو انك تصلح الغلطه ديالك، واقل حاجه تجي تخطبني من دارنا. داكور، انا نصلح الغلطه ديالي وغادي قدام الناس كنقول هذيك راه غير تصاور ديال الفيلم لا علاقه لهم بالواقع. تحية لطيفة أحرار. تخي بون كومنتير، يلا نشوفوا للدوزيام. يا باش مهندس يا رشيد، أنا حاجة محيراني والله. أنا لما شغل التلفزيون بتطلع لي منه، أروح أسمع راديو برضو بلاقيك فيه، أشتري مجلات بلاقي جتتك فيها، أنت بتعمل إزاي يا واد؟ علي النعمة أنت وراك ناس جامدة قوي، زي ما بتقولوا في المغرب أنت عندك كالة صحيحة. واك كنشكرك عادي الامام، والله الا انت كتهضر وانا كنشوف راسي انا اللي كنقول عليك هذاك الشيء. ياك اوي نشوفوا لو تخوزيام كومونتير. هذاك رشيد، هذاك الويل، واش مازال ما باينش يدير واحد شويه عليك؟ أمينة رشيد. لا أمينة بيان سور كنحترمك وكنحبك بزاف، ما نقدرش أنا نجاوبك، اللي غنقول لك الله يطول الله في العمر ديالك وتزيدينا أفلام وأفلام إن شاء الله. شكرا. سمعنا أن سمعنا واحد القضية سي رشيد، أن الأخ ديالك طلبتي منه ما يديرش الوالي في الاسم ديالو. ودار الاسم هشام 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 هشام. باش زعما ما يزاحمكش الشهرة ديالك. واش هادشي بصح؟ أولا كي بغيتي، ولا كي بغيتي. بالعكس انا ما بغيتوش يكون ضحيه ويقولوا لان خوه دار التمثيل مشى يدير التمثيل. بغيتو يبان بشخصيته هو وما يبداش يقارنوا، حيت انا كندير راسي في بلاصتو. المقارنه صعبه لما كتكون عندك 20 30 عام ديال المهنه وكيجي واحد من الاخوان ديالك كترحمه بحال كترحم ولدك. وكنعرف مسكين انه في كثير من الاحيان كيعاني وبزاف المرات كيتظلم في بعض الادوار ولا بعض مع بعض الناس، ولكن من بعد امن بشنو كيدير وحولها وخلى من بعد ما تبت راسو. دابا كيدير هشام الوالي اللي كنحييه وكنتمنى له التوفيق ان شاء الله. كنعرفك انك من الممثلين المغاربه اللي تبارك الله داروا لاباس. الحمد لله. الحمد لله. داروا لاباس لان رشيد الوالي كان متميز وعطى مزيان في الادوار ديالو وداك الشيء، ولكن كاين واحد الفئه كبيره ديال الممثلين كيعانيوا في المغرب. واش كيبان لك بان التمثيل في المغرب يوكل طرف الخبز؟ التمثيل في المغرب يمكن له يوكل طفلة الخبز. لا ماشي يمكن له، يمكن له. حنا حيت عندنا، شوف ما نهضرش على لوكا ديالك. لا لوكا ديالي ماشي طرفة الخبز، سي بلوس كو الخبز. لان لما كتقول لا لما كتقول نو لما كتقول لما كتقول الانسان درتي لاباس راه دزتي طرفة الخبز. طرفة الخبز هو دم الوجه ديال الانسان، كيمكن له يديروا الانسان. لان الحمد لله كاين ماشي لكل شيء، ولكن راه هكذا، راه الحوانت مصفه والرزاق مخالفه. راه كاين هذه المهنه سي رشيد. وي واش في المغرب يقدر يعيش منها؟ يدير التمثيل بوحدو يعيش، يقول انا غنكون ممثل ما غندير حتى شي حاجه اخرى، ولكن انا غنقدر نعيش، نفتح باسره هذا سي ديفيسيل. يمكن مي سي تري ديفيسيل. باش ما نكونش متشائم، لانه بزاف اللي كيحلموا يديروا هذه المهنه وغايقول لك وعلاش انت درتي وما كان عندك والو. هذا لا بروف، ها انا دونك ما يمكنليش نقول لا وانا دزت والو، ما كان عندي لا كود بيستون، ما خدمت حتى شي حاجه. ما يمكنش نعمو صافي. ما يمكنش نعمو، مي سا ديبون على الايمان ديال الواحد شنو فين غايقدر يوصل. فين غايوصل؟ لانه كاين الناس اللي جراو برجليهم حفيانين ووصلوا ولاو ابطال عالميين. والامثله ديال المغاربه كاينين بزاف، دونك الانسان يمكن له. سي رشيد غنيتي كاع كاع يا زبيده. زبيده عرفناها. لكن كاع كاع شنو؟ كاع كاع صح. ما نعرفوش شنو هو التفسير ديالها، شنو كلمة كاع كاع؟ كاع كاع هي بحال كتقول واه واه، بحال كتقول دي 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 دي، واحد الكلمة اللي كت لا دي دي راه هي دي دي. لا هذه الترجمة ديالك، الترجمة ديالك ماشي هي الحقيقة، الله أعلم. نعيطوا لشاب خال. نعيطوا لشاب خال، قال له ديدي، قال له ما ديدي يا ديدي. شويت يقول كاع كاع يوما في الأغنية زعما في الشرق ديالنا كيقولوها بحال هكا. نشوفوا مقطع من الكليب. ريت يلا شوف. ويورالي ويارالي ويورالي ويورالي
سيدي رشيد. نعم سيدي. هذا البروجي كنتي داوي تدخل به زعما الغناء ولا شنو؟ انا في الاصل كنت يمكن غندير مغني لانه انا كنت كنغني اما انت عارفاش كنت كنغني في الطوبيسات. والله جيت انا كنت كنقول اكسكلوزيفيتي كان كنسكن في العكاري وعندنا الطوبيس 18 كان كيدير الرباط كيدير تقريبا حتى ساعه باش يوصلني مدرسه محمد الخامس في الرباط فكنا كنمشيو كنا كنغنيو وكانوا بزاف كيقولوا هذا غيكون مغني ولكن لما درت المسرح لقيت باللي فريمون هذا هو الاتجاه اللي غادي خصني نتبعه لانه جامع معنا لذلك مره كندير فلاتات باغ بليزير. غني لنا شي حاجه برشيد ممكن؟ ممكن علاش؟ شنو ممكن تغني لنا مثلا؟ نجتمع في ايقاع انا مثلا. شنو غنغني لك؟ مغربيه شي حاجه كتعجبني يلاه نديروها ديال هاهما لولو هاهما لولو هاهما لولو تما بكيت انا هاهما لولو هاهما لولو هاهما لولو تما بكيت انا حطيت طبيله بابا حطيت طبيله سيدي حطيت طبيله وحطيت الكيسان وجاو لبالي وجاو لبالي وجاو لبالي هشام الوالي شكرا. عندنا واحد ريبورتاج على السكن الاقتصادي. كي تيجيك السكن الاقتصادي؟ شي حاجه مزيانه بزاف ياك. سير شي حاجه مزيانه بزاف اللي فتحات المجال لان الناس يحلموا يديروا ديورهم اللي ما عندهم الدخل محدود جدا ولكن مع الاسف كاين بعض الناس بعض المقاولين اللي كيستغلوا هذه العمليه وما كيحسنوش في هذاك الشيء فكان لقى وحده ب 25 مليون في الشكل وكنلقى وحده اخرى يرثى لها الجبين ومولاها مسكين كيدخل ويضطر يعاودها كنقول لهم اتقوا الله في الناس فوالا. سي رشيد درنا واحد ريبورتاج ديكالي على السكن الاقتصادي غادي نشوفوه حالا ونتلاقاو من بعد. المدن في المغرب كل نهار كتكبر والمعيشة كتغلى وبنادم كيكثر هادشي علاش ولا كيبان واحد المشكل كبير في المجتمع ديالنا اللي هو السكن وبلا ما نحسو كتبدا ظاهره السكن العشوائي والكريانات كتنبت في كل بلاصه لدرجه اننا ولينا كنشوفوا باطمات من نوع ال سي دي وبزاف ديال البلانات الصراحه خاصهم بلان. هذاك الشيء علاش كان من الضروري انشاء مشروع السكن الاقتصادي في مجموعه ديال المدن المغربيه وكل واحد بدا كيتخيل ديك الاقامه اللي فيها الصالون اللي غيستقبل فيه الناس الكوزينه اللي غيطيب فيها الشهيوات البيت فين غيكبروا وليداتو والثامن الجرده والتيرانات اللي غيخرج وليداتو يلعبوا فيها ولكن مع الاسف الواقع حاجه اخرى. شراو الناس ديورهم ولقاو مشاكل في الشقه ديالهم خاصها بلومبي وخاص تريسيان وتمن البنايه لانه بزاف ديال الديور ما تزقلوش من المشاكل ديال الشق والتهراس في الحيط. حتى الا بغيتي تدق مسمار في الحيط راه كيجيب لك الله بحال غدريب العمار واي حاجه كتقولها في الدار ضروري الجيران يسمعوها. والعجيب في الامر انه حتى في الخلاص الناس كان من الضروري يعطيو النوار باش يمكن يحصلوا على ديك الدويره. ودازت السنوات وشحال من واحد ما عجباتوش هاد التجربه لدرجه انه باع ديك الدار وقرر يمشي من جديد لديور الكرا. واللي ما بغاتش تدخل ليا راسي هي انه نهار قررت نشري داري خلصتها كامله من جيت نشوف ما لقيت والو. اجي امتى غتبان شي شركه بحال هادي اللي بناو اوتيل في 15 ايطاج في 48 ساعه. براشي داش بان لك دونك هادشي اللي قلت دونك سا بروف كو سي فري وانا هاد الناس اللي كيعطيو لوتوريزاسيون لهاد الناس باش يسكنوا واش ما يتحكموش واش ما راه حرام هادشي. انا واحد في الاخوان ديالي خدم في واحد شونتي واكتشفوا انه ما كاينش القوادس في هذيك العماره القوادس بمعنى بعد ما طال الحيط عاد تهرس الحيط وعاد شكون اللي دوز هذا الشيء واش ما غاديش يموتوا هاد الناس واش ما كاينش اللي يحاسبهم وعلو كيتاجروا بالضعف والحلم كي كيقولوا لانه الدار راه حلم راه كرامه ديال الانسان كيف ما كانت واخا يكون فيها غير 4 متر كيف ما كان كيسد عليها الانسان كيقول عندي دار ماشي ما عندي والو. بطل عليك رشيد الوالي تبارك الله. الله يحفظك. تمثيل
الغناء الاخراج والانتاج. في بغيتي توصل السلام؟ باغي نستمر. تبارك الله عليك. سي سا. لانه الا باغي تستمر تو بو با تجلس كتسنى واحد الدور لا جاك، لانه اش كيطلب منك؟ كتولي ممثل، كتولي معروف، كتولي هذا. في الاول ما كتكونش عندك وقت الاختيار، من بعد فاش كدير اسم كتبدا تختار، لما كتبدا تختار اوتوماتيكمون 70 80% ديال المشاريع اللي كيجيوك ما كتقدرش تشارك فيهم حيت ما بقاوش، اوتوماتيكمون غتبيطل، اوتوماتيكمون غيقل هذه المساحه ديال دونك عزياده ان الانسان عنده ما يقول في المجتمع. كنظن 48 شحال باقي نعيش؟ 12 10 سنين 4 سنين 4 ايام شحال؟ بمعنى كتقول انا في هذه الحياه نبغي ندير رسالتي، الا بان لي شي مشروع ولا موضوع اللي يمكن نديرو نديرو على داكشي. انا خدمت على لي بيتيت بون في لي كور ميتراج نينيا ومومو، على لا ميم العلاقه ديال المراه والراجل في لا موشي موا. هادو مواضيع اللي اضطريت انني نديرها بحال اللي درت في الفيلم الاخير ديالي ديال يما، واللي بهذه المناسبه كنبغي نقول للناس انهم يمشيو يشوفوا لانه الان في القاعات السينمائيه. الفيلم كيهضر على واحد بوجمع لي وصل 40 عام وباقي ما تزوجش، حار البنات اللي كيتلاقاهم ما لقاهمش، كيحلم للمراه المثاليه اللي يمكن كتشبه لامه، كيبقى ان ترافير الانترنت مع واحد البنت وكيمشي يقلب عليها وما عنده لا سميتها لا والو. حيت كتعرف دابا كاين اللي كدير شي سميه مستعاره وانت كتبقى تحلم وكتصيفط لك تصويرات شي وحده وهي ماشي هي ديك الواقع. دونك كيمشي حتى لكورسيكا باش صورت في كورسيكا صورت في كورسيكا كيمشي حتى لكورسيكا باش يقلب على هذيك البنت، وحنا غنشوفوا في الفيلم واش غادي يلقاها ولا ما يلقاهاش ان شاء الله. رشيد الوالي، شفناك درتي برنامج من سيربح المليون، شحال خديتي فيه من مليون؟ الحمد لله خديت بزاف. اللي كان صعيب وهنا كانت المسؤوليه، لانه كان واحد انا بالنسبه لي قمه في العطاء ديالو كاعلامي جورج قرداحي. ما يمكنش تصور انك غتجي باش دير برنامج بحاله في العالم العربي. كان واحد المثال وحنا كنهضروا على التحدي، فتحديت نفسي وقلت لا علاش لا، غادي نحاول. ما عنديش الثقافه اللي عنده وهذا اللي عنده بطبيعه، ما كاينش الحاجه اللي ما فيهاش لو تراك سافي دير كو ما غتكونش متميزه. امتى بدا لو تراك؟ فاش قالوا لك راه غادير البرنامج ولا حتى بديتي تصور؟ لو تراك بداني النهار اللي بداو كينيغوسيو معايا باللي راه اختاروني، حيت هما كانوا عيطوا ليا وما داروا هنا في المغرب، داروا في العالم العربي وفي المغرب العربي، ولكن انا كان عندي التورناج. ومن بعد داروا السيليكسيون ديالهم وعيطوا لي نجي لتونس باش درتي كاستينغ؟ لا ما درتش كاستينغ، دونك عيطوا لي باش مشيت لتما. بقينا حنا ثلاثه. الهضره ديال هذه ما صحيحه، عندك كلا صحيحه. ما دار لا كاستينغ لا والو ديريكت. لا الكاستينغ ما دارش، دار غير ديال الثلاثه اللي وقع عليهم اختيار. دونك والحمد لله جات. كان اي واحد فينا كان يمكن له يدي، المهم الثلاثه كانوا مغاربه وهذا هو اللي مهم. بغينا نعطيوك شي اسماء ديال شي فنانه ياك، وبغيناك تعطينا العكس ديال الراي ديالك فيهم. العكس ديال الراي ديالي فيهم مثلا الا قلنا لك عبد الوهاب التكالي وانت كيعجبك تقول لنا ما كيعجبنيش. واللي قلتي فيه الحاجه مزيانه عرفوا راه سبيتيه. خايبه. محمد البسطاوي. ممثل ماشي شعبي. لفتو. ممثلة ماشي محترفة. في المونتاج نحيد هادشي ونخلي غير دبر راسك ندعيك. حسن فلان. حسن فلان ممثل كنت اقول ممثل ماشي صادق. سامي اقريو. ممثلة ما عزيزاش عليا بزاف. بزاف هذيك بزاف هي اللي بينات. واخا صلاح الدين بصير. صلاح الدين ماكويري ما سي رشيد غنسولك سؤال وجاوبني بصراحه. شنو العقده ديالك؟ شنو الحاجه اللي ما قدرتيش تحققها في حياتك؟ شو حلم ما وصلتيش ليه بصراحه؟ من الحوايج اللي ما وصلتش ليهم هو نكون كنهضر اللغات بزاف. واي عندي مشكل كنقول كنت نبغي نهضر بالسبانيول، نهضر باللونجلي كورامون سون بروبليم. على ود الافلام مثلا؟ ماشي على ود الافلام.
عمر اللغه خلقت لك بزاف ديال الادوار اللي مشاو باسكو ما كان خاص تكون لونجلي حاضره ولا هذا سورتو او نيفو انترناسيونال. دونك كيقول الانسان باش يتواصل، يعني المهنه ديالنا ديال التواصل. اصل ديالك منين السي رشيد؟ انا الوليد ديالي ريفي من ترماست والوليده ديالي من طنجه. الله يرحم يمك اخي. الله يرحم يمك. والله الدنيا هذه الملعون. خيزي مع الحين الحسين. الله يرحم يمك. وكيف لا يمك لاباس؟ مداخم الله يرحم يمك. هيا انا حاشي. سي رشيد عندنا وصلنا لواحد الفقره سميتها خلي كومنتير، انا نعطيوك دي فوتو وانت خصك تخلي كومنتير. بحال كتكتب ان كومنتير شتي لو كومنتير مثلا فيسبوك نشوفوك خلي كومنتير. يلا خلي كومنتير. صورة هذا شنو تقول؟ هذا حولي هز الجيتار كيغني. دونك من نهار اللي بدا الكريدي والحولي ولا كيغني مع راسه اللي بداو الكريديات في الحواله صافي ولا كيغني وكيعجبوني. كتكون في السوق كتقول له شحال كيقول لك وعطى سمعي، كتقول واي كيغني شارك في استوديو دوزيم. اش دايا شارك في استوديو دوزيم. سي رشيد. نعم اخويا. مزيان اخويا. تعليق على هذه البلاكه. شافرني هذه البلاكه كيخصهم يحطوها بزاف ديال المناطق. ياك فيها الشفره. كاين فيها الشفره. لا منطقه سميتها شافرني. وي عرفت. دابا دزتي من هنا سي رشيد خصك تدوز زربان. هذه بحال هذيك شوفني. شوفني. بحال شوفني. دونك يلا شوف هذه. هذا فراش ياك. وراه الخدمه والحياه كلها الانسان كيضرب تماره على ود هذاك الفراش. حلل وناقش. شكرا سي رشيد. شكرا لك بزاف. وصلنا لاصعب مرحله في البرنامج وهي مرحله الصراحه. بغينا نعطوك شي اسئله ولكن بغيناك تجاوبنا بصراحه. ومسموح لنا والله الا بالصراحه معك. ما عرفتش علاش قلتي دابا ماشي بالصراحه. لا بغيناك غير تجاوبنا. زعما محرج هذاك الشيء محرج. لا ماشي محرج. تفضل. بغينا اسئله تكون يلا واخا وما نضحكوش في هذا السؤال. قرا رشيد الواني بصراحه واش عمرك نبتي في الكوميساريا؟ لا. ولا طلعتي في ستافيت؟ لا. جامي. جامي. حياتي كامله. حياتي كامله. واش عمر رشيد ضرب شي وحده؟ شي مرا؟ لا. جامي. جامي. في فيلم واي محمد سماعين واحد المره بدينا كنعاودو سات وي فوا في الاخر قال لي وتسمح لي بزاف سي عم اسيف في هذا النهار قال لي نو ما غنباتوش هنا باسكو كان كيخصني نضربها وخصها تجي سانكرون بمعنى منين نديرها دير هي ها ومني الوغ انا كنديرها حيت ما كنقيسهاش هي كديرها لوتر كوتي دونك لا بريز ما كتقبلش دونك قال لي الله يرحم باك هاد المره صرفقه بصح وصرفقتها وزركت لها شويه العين دونك زدت فيه. رشيد شنو هي الحاجه اللي درتيها في حياتك وندمت عليها؟ اللي درت وندمت عليه نو كاينش سهل ماشي حيت اللي درته زوين حيت كنامن ان الحوايج اللي درتهم خايبين علموني بزاف ديال الحوايج دونك دوكو كنقول بون هي تجربه مزيان انني درتها في هذا الوقت دابا ماشي في وقت اخر. واش رشيد الوالي كيمشي يصوت في انتخابات ولا لا؟ انت قلت لي ما عندكش مع السياسه. لا ما عنديش مع السياسه مي كنظن ما كتخش بزاف الناس. لا ما التصويت كنظن حق ديالي وما يمكنش المجتمع يتبدل لما كنمشيش نقول رايي حيت لما قلتش رايي غي واحد اخر هو اللي غيعمره براي مخالف. دونك دوكو كنشوف شكون الجهه اللي انا كنامن بالمبادئ ديالها حيت لا بد تامن بشي حاجه. تصور لو ان الله سبحانه وتعالى ورانا النهار اللي غنموتوا فيه واش كتظن شي واحد غيخدم نهائيا؟ الناس كلهم الله خفى لانه عنده حكمه في هذه المساله. فالسياسه خاصك لا بد تثق بشي حاجه وتدافع عليها باش تمشي لانه هذوك الناس تا هما محتاجين اصواتنا والا نقولوا اذا ما نحتاجوا حتى شي حاجه ونخليوا جهه واحده اللي كتحكم. شكرا يا سيد. الله يحفظك. شكرا سي رشيد. شكرا على الصراحه ديالك وعلى الحضور ديالك معنا. ما سكناش بك. بقى اخر مرحله في البرنامج هي مرحله ديال التحدي. مرحبا. انا ما سخيتش بكم ياك والله الا خطاك علينا. شكرا. كل ضيف عندنا كنعطيه واحد التحدي ديرو. واش انت مستعد؟ مستعد. سير
اها قولوا الله والله العظيم حق ربي الحبيب رشيد حق ربي الحبيب رشيد غادي نخليك تعرف على التحدي ديالك حالا. التحدي ديالك اليوم هو انك غادي تماركي على الاقل ثلاثه ديال الكرات ديال الجولف في دوك الخمسه اللي عندك في جوج ديال الدقائق. ورد البال، الا ما قدرتيش غادي تسلم على الجمهور بالواحد بالواحد. تفضل السي رشيد. هو السي رشيد بعدا علاش عطينا التحدي؟ حيت هو كيلعب الرياضه ديال لي غيش. بعداك ياك ياك السي رشيد. صافي كيلعب الجولف. واخا زيدي اوكي. سي رشيد هادي هادي حيت واسعة واسعة. خصني بجوج دقائق سيردي خصني نسربي. سربي يا سي رشيد الوقت قدامك يلا. الأولى سكلات سير ثانية اوكي. ما بقاش عندي الحق. سير سير مازال 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 عندك الوقت مازال تعاود سير. زاد حتى وحده. سير مازال مازال عندك الوقت. داكور عندك جوج دقائق سربي. هاي خليها بقى بقى الوقت باقي الوقت سير. وحدة دابا خصك ديرها في هذيك الصغيرة. زيد 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 يلا سير. اوب انا كنتسخر لك الله يحفظك خدام معاك. هكذا اخاي بزاف اخاي ماشي مشكل يلا. شحال باقي الوقت؟ سكوند سير. واحدة 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 يلا اوب يلا دخلتي هادي. باقي 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 لا 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 سبعة ستة خمسة أربعة. برافو عليك كمل في الوقت. ميرسي. عرفتي علاش ماركام؟ حيت ما بغيتش نسلم عليكم. حرام ندور دابا نسلم عليهم. يلا شوف لازم لازم. تشوفوا لا لا الله يحفظك بس هادو ما يبقاش فيهم الحال. ميرسي ميرسي ميرسي. تصفيقات على رشيد والي. الله يحفظكم. ميرسي ميرسي. الله يحفظك. ميرسي. 78 تقمع في هذاك. ميرسي اخويا. الله يحفظك. اولي. ميرسي. رشيد شكرا. تصفيقات مرة أخرى على رشيد والي. ميرسي. رشيد شكرا بزاف. لا. أنا نقول لك ميرسي ثانك يو فيري ماتش. أها قولها لي قولها لي بالزبلية. الله يرحم يمك أخي. الله عليك. الله يحفظك. شوف رشيد شكرا لك. لك تقول كلمة للناس اللي كيبغيوك الشعب اللي كيبغيك المغاربة اللي كيبغيوك قدام هاد الكاميرا هادي. كنشكرهم بزاف وكنتمنى أنهم يكونوا دوزوا معنا لحظات زوينة بزاف. وبغيتهم يعرفوا أن هادشي اللي خرج من قلبنا راه كان من القلب وكان صادق. يسمحوا لنا إذا كانت شي هفاوات ولا أي حاجة. المهم الفن المغربي دائما كان حاضر ودائما كان صادق معهم ودائما كان وفي الخدمة كاع الهموم والمشاكل اللي كيعاني بها الناس. بعض المرات كنتوفقوا بعض المرات أقل ولكن المهم هو أنه النية صادقة. بارك الله عليك. تصفيقات على رشيد والي. السلام عليكم. شكرا. بارك الله عليك.